تعتبر العيدية من أجمل مظاهر تعتبر العيدية من أجمل مظاهر الاحتفال بالعيد التي تفرح الأطفال. فهذه المنحة البسيطة المتوارثة هي نوع من مشاركة الآباء والأجداد لفرحة أبنائهم بحلول العيد، مما يدخل البهجة والسرور على نفوس الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ان شاء الله شهر رمضان المبارك الفضيل علينا وعلى الاسلام، وان شاء الله ابتدى عيد المبارك الفطر، وكلتنا بخير ان شاء الله، والعالم الاسلامي واهل تكريت بشكل خاص ان شاء الله، وهذا العيد ان شاء الله يعم علينا بالخير والبركه والسعاده ان شاء الله على اهالينا في المحافظه. كنا من احنا صغار قبل نقف بالمحله ننتظر اعمامنا واقاربنا ينطونا العيديات، الدرهم والنص درهم وأقل وأكثر. هسه نشوف ما شاء الله أحفادنا متجمعين بهذا العيد، يجون علينا بصبحية العيد نعطيهم العيدية، وهي العيد للأطفال يفرحون، وإحنا بنتعايد بيناتنا كأخوة وكمحلة كأصدقاء وأقرباء إن شاء الله تعم السعادة والخير علينا وعلى الإسلام. قبل نطلع الأربعين إحنا الأطفال السيارات إحنا صغار، وحاليا الأطفال أكو متنزهات وأكو مدينة ألعاب، ناخذهم العصريات هم يتونسون وهم العاب ويعملون الحلويات، يعني الاهالي ما بيناتهم الزيارات المحله بين العوائل. موضوع العيديه طبعا متعارف عندنا احنا في مدينه تكريت صغارا وكبارا بان هو مصباح العيد، يعني بعد الذهاب الى المقبره تبدي عمليه العيديه للاطفال. طبعا هي شنو العيديه؟ هي تجي من باب اول شيء انت اليوم ان تفرح الطفل وتقدر ان توصل له فد مبلغ معين يروح يشتري به، طبعا وخاصه في التسوق، خاصه في الالعاب، خاصه في هذا المجال. طبعا العيديه اقدر اقول لك يعني الى هسه احنا يعني في هذا العمر يمكن قبل ما يتوفى مثلا ابونا او امنا، واحنا بهالعمر ومتزوجين وحلو اليوم احنا من نروح والوالد والوالده يشيلون وينطونا طبعا عيديه. العيديه هي طبعا فشي تحفيزي، فشي جميل جدا، متوارث عندنا هذا في مدينه تكريت، ومو بس فقط يشمل الاطفال، يعني صراحه بلكي اكون انا صادق وياك، مو بس الاطفال ولكن حتى الكبار. تخصيص مبلغ من المال من قبل الاباء في كل عيد من اجل اعطائهم العيديه. إذن الأطفال يتسارعون في كل عيد مقدمين التهاني من أجل الحصول عليها لشراء لعبة معينة واستغلالها للتنزه في الأماكن الترفيهية. نروح على السوق نتسوق نشتري ملابس، بابا ينطينا عيدية. قد تحصل عيدية كل عيد؟ أحصل 3000 4000. مين ومين؟ من ينطيكم منو؟ أبويا وأمي وعمي وعمتي. تشترون بها ملاعيب؟ ايش تشترون بها؟ حلويات؟ ملاعيب ومسدسات، كل شيء نشتري بها. أيامكم سعيدة، بابا كل عيد ينطينا عيدية ونبدل ونطلع على الملاعب ونشتري. ايش تشترون بالعيدية؟ نشتري ملاعيب. والله هي موضوع العيدية يعني هي يعتبر عندنا هنا بالعراق احنا شلون يعني شلون نقول شيء تراثي. فيعني احنا لما كنا اطفال حتى ننتظر العيد انتظار حتى نروح للجيران لقرايبنا لاصدقائنا اللي اكبر من عندنا يطلنا العيديه فنفرح بها، حتى لو كان مبلغ يعني كلش قليل، حتى لو دينار او ربع عراقي، فهو الطفل يعني تفرح به. ثانيا اليتيم لهذا، فاحنا نشجع وما نريد نفقد هذا الشيء. احنا لازم اي واحد نقول له انطي، خلي حتى شنو تصير عندنا الإنسانية تظل بقلوبنا. لحد الآن هاي اللحظة يعني الدكتور؟ والله لحد الآن موجود، لا الحمد لله، يعني العراق بعده بخير الحمد لله. فإن شاء الله هاي السنة نشوفها أكثر من السنة اللي فاتت. فرحة الأطفال التي ترافق حصولهم على العيدية قد لا توصف، وتكون لديهم من خلالها ذكريات جميلة تحمل بين طياتها الكثير من المردودات النفسية والاجتماعية التي ترافقهم في كل سنوات عمرهم. من مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، سامراء الفضائية.